السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على تاني درس من دروس التاريخ، وهو درس مصر والقضية الفلسطينية. طبعا معروف إن فلسطين جزء عزيز جدا من الوطن العربي، ولها أهمية خاصة في قلوب العرب سواء مسلمين أو مسيحيين، وده يرجع لثلاث أسباب. أول حاجة إنه ولد بها السيد المسيح عليه السلام، كمان أسري إليها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما بها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. عاش في فلسطين القليل من اليهود حتى قيام الحرب العالمية الأولى اللي بدأت سنة 1914 وانتهت في سنة 18، إلى جانب المسلمين والمسيحيين. بعد كده بدأنا نلاقي إن في وعود بإنشاء وطن لليهود في فلسطين، وده كان أشهر حاجة اللي هو وعد بلفور اللي كان سنة 1917. إيه هو وعد بلفور أو مين هو بلفور؟ بنقول إن بريطانيا كانت مدركة أهمية فلسطين، علشان كده أو لذلك سعت لتأييد فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. يعني هي تبنت هذه الفكرة، فأصدر بلفور اللي هو وزير خارجية بريطانيا سنة 1919 وعد نص على أن تتعهد بريطانيا ببذل مساعيها لإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين. بذل مساعيها يعني إنها تبذل قصارى جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين. وصف هذا الوعد على مر التاريخ بأنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. من لا يملك اللي هم مين؟ اللي هم بريطانيا. من لا يستحق اللي هم اليهود. بعد كده لقينا ان بقى في كلام على الانتداب البريطاني في فلسطين. طب ايه موضوع الانتداب البريطاني على فلسطين اللي كان سنة 1920 لغاية 1948؟ بنقول بموجب نظام الانتداب اللي وضعته عزبة الأمم، وده نظام وضعته عزبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، وده شكل من أشكال الاستعمار، فيه إن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى بتاخد الدول التي كانت تحت يد الدول المنهزمة. وبموجب هذا النظام الذي وضعته عزبة الأمم المتحدة، قررت دول الحلفاء اللي هم كانوا منتصرين في الحرب العالمية الأولى بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني مع تنفيذ وعد بلفور. إذن نظام الانتداب ده شكل من أشكال الاستعمار اللي فيه بتاخد الدول المنتصرة في الحرب العالمية الدول التي كانت تحت يد الدول المنهزمة في الحرب العالمية الأولى. أعطى مؤتمر سان ريمو في إيطاليا في إبريل 1920 الحق لبريطانيا في الانتداب على فلسطين. يبقى مؤتمر سان ريمو هو اللي أعطى الحق لبريطانيا في الانتداب على فلسطين. طب ما هي الإجراءات التي قامت بها بريطانيا في فلسطين لتنفيذ وعد بلفور؟ أخذوا إجراءين. أول إجراء السماح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين. تاني حاجة اتخذوها هي السماح بانتقال ملكية الأراضي من عرب فلسطين لليهود عن طريق الشراء. يبقى ده الإجراءين اللي نفذتهم بريطانيا أو اتخذتهم بريطانيا لكي تنفذ وعد بلفور. طب يا ترى موقف الشعب الفلسطيني من وعد بلفور ايه هو موقفه؟ اول حاجه قام الشعب الفلسطيني بالعديد من الحركات الوطنيه من عام 1920 لعام 1930، وكان اخطرها انتفاضه 29. وانتفاضه ده يعني نوع من انواع الثوره اللي هي بترفض الوضع بتاع الانتداب وبتاع تنفيذ وعد بلفور. تاني حاجة ثورة 36 اللي كانت بقيادة اللجنة العربية. طيب في سنة 47 لقينا إن بريطانيا بتتقدم بمشروع لهيئة الأمم المتحدة في بتقسم في فلسطين، على أساس إن هي لما تقسم فلسطين هتحل القضية الفلسطينية. يبقى إذن سنة 1947 عرضت بريطانيا أنها هتحل القضية الفلسطينية عن طريق
تقسيمها. طب عرضت المشروع ده على مين؟ على هيئة الأمم المتحدة. فوافقت الهيئة الأمم المتحدة على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية والقدس منطقة دولية، أي وضع القدس تحت إدارة دولية. طب يا ترى ردود أفعال العرب وبريطانيا تجاه هذا التقسيم وإسرائيل طبعا تجاه هذا التقسيم أو هذا المشروع، بنلاقي إن موقف الدول العربية رفضت مشروع تقسيم فلسطين، أما اليهود فوافق بالتأكيد على تقسيم فلسطين، ولقينا إن العصابات اليهودية المسلحة قامت بطرد العرب من ديارهم وارتكبوا أبشع المذابح زي مذبحة دير ياسين. طب موقف بريطانيا كانت إيه؟ لقينا إن بريطانيا امتنعت عن التصويت وأعلنت أنها ستنسحب من فلسطين وسوف تنهي الانتداب في 14 مايو 48. يبقى موقف بريطانيا كان حاجتين، امتنعت بريطانيا عن التصويت وأعلنت أنها ستسحب قوتها وتنهي الانتداب في 14 مايو 48. قيام دولة إسرائيل كان بعد إنهاء الانتداب عقب خروج آخر جندي بريطاني من فلسطين 14 مايو 48. أعلن اليهود قيام دولة إسرائيل في 15 مايو يعني اليوم اللي بعديه على مباشرة سنة 1948، واعترفت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بدولة إسرائيل. طب من هنا بدأ يبقى في عدة حروب ما بين العرب وفلسطين من سنة 48 إلى سنة 73. كان في كذا حرب ما بين العرب وما بين فلسطين. إيه هي الحروب دي؟ أول حاجة حرب فلسطين سنة 48، ثم العدوان الثلاثي على مصر 56، ثم العدوان الإسرائيلي 5 يونيو 67، ثم حرب الاستنزاف من 69 لـ70، وآخر حاجة حرب السادس من أكتوبر 73. طب نبدأ بحرب فلسطين 1948. أسبابها عقب إعلان اليهود قيام دولة إسرائيل تحركت الجيوش العربية إلى فلسطين سنة 48. ليه؟ بهدف واحد، نصرة وإنقاذ الفلسطينيين من بطش اليهود. احنا قلنا أن العصابات اليهودية المسلحة بدأت تطرد اليهود وبدأت تعمل مذابح، فكل العرب قرروا ان هم ينصروا وينقذوا الفلسطينيين من ظلم وبطش اليهود. تاني حاجة، مساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه. مساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه. طب أحداث الثورة، تمكنت الجيوش العربية في البداية إنها تنتصر على القوات الإسرائيلية. خلي بالكم في البداية كانت الجيوش العربية هي المنتصرة على القوات الإسرائيلية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت باقتراح إلى مجلس الأمن. الاقتراح ده بيقول إيه؟ وقف القتال، دي أول حاجة. تاني حاجة، إقامة هدنة لمدة شهر يمتنع فيها العرب واليهود عن جلب الأسلحة والمحاربين إلى فلسطين، وأن يكون تنفيذ هذه الهدنة تحت إشراف دولي. طب نتيجة الهدنة إيه اللي حصل؟ لقينا طبعا أن اليهود لم يلتزموا بالهدنة واخترقوا الهدنة وبدأوا في تقوية قوتهم من حيث العدد والتسليح والتدريب. طب والعرب؟ لا طبعا العرب التزموا بالهدنة. فعند استئناف القتال ظهر تفوق اليهود على جميع الجهات على جميع الجبهات، وده أدى إلى إيه؟ إلى هزيمة القوات العربية وتراجعت. طب نتيجة هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين 48 اللي حصل؟ نتيجة هزيمة الجيوش في حرب فلسطين 48 إلا أن هي اليهود استولوا على جميع أراضي فلسطين، لم يبقى منها سوى قطاع غزة، وده كان تحت إدارة مصرية، الضفة الغربية وكان بها قوات أردنية،
القدس وكانت مقسمة ما بين العرب واليهود. يبقى في قطاع غزة تحت إدارة مصرية، الضفة الغربية بها قوات أردنية، والقدس مقسمة ما بين العرب واليهود. طب نيجي دلوقتي نتكلم على العدوان الثلاثي 56. كانت الدول المشتركة فيه إسرائيل وفرنسا وبريطانيا. مصالح إسرائيل وفرنسا وبريطانيا اتجمعت، وكل واحد من هذه الدول له سببه اللي خلاه يقوم بالعدوان الثلاثي على مصر. طيب نبدأ نشوف أسباب العدوان الثلاثي. عندي أول حاجة، لما حكومة الثورة عقدت اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي علشان تزود مصر بالأسلحة والمعدات لمواجهة الأطماع الإسرائيلية والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، ده قلق مين؟ قلق إسرائيل. فده كان السبب اللي خلى إسرائيل تشترك في العدوان، اللي هو ان حكومه الثوره، حكومه اللي هي الثوره اللي هي ثوره 23 يوليو 1952 اللي هو ضباط الاحرار، لما عقدت حكومه الثوره اتفاقيه مع الاتحاد السوفيتي اللي هي صفقه الاسلحه الشرقيه اللي اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات، لكي تزود مصر بالاسلحه والمعدات لمواجهه الاطماع الاسرائيليه والاعتداءات على الشعب الفلسطيني. ده كان السبب اللي خلى اسرائيل تشترك. طب السبب اللي خلى فرنسا تشترك ايه؟ ان مصر كانت تساند الحركات التحررية في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. يبقى مساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، ده السبب اللي خلى فرنسا تشترك في العدوان الثلاثي. طب بريطانيا، تأميم قناة السويس في 26 يوليو 56، وده أضر بمصالح الدول الاستعمارية خاصة إنجلترا. يبقى السبب اللي خلى بريطانيا تشترك في العدوان إعلان تأميم قناة السويس في 26 يوليو 56، مما أضر بمصالح الدول الاستعمارية خاصة إنجلترا. يبقى ده أسباب العدوان. طب أحداث العدوان، بنلاقي إن بنقول إن القوات البريطانية والفرنسية استطاعوا ان هم يحتلوا مدينة بورسعيد، لكنها عجزت عن احتلال مدينة الإسماعيلية لشدة المقاومة المصرية. في الوقت ده انتهزت إسرائيل الفرصة وتوغلت في سيناء. طيب لكن العدوان فشل. طب ايه هي اسباب فشل العدوان الثلاثي على مصر؟ طبعا المقاومة الباسلة من الجيش والشعب وصلابة القيادة، موقف الشعوب العربية أو وقوف الشعوب العربية إلى جانب مصر، إن الشعوب العربية وقفت جنب مصر خلاص، كمان تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لوقف العدوان. الاتحاد السوفيتي هدد بأنه لو العدوان ده ما وقفش إن هو هيتدخل. رفض الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة في حل المنازعات، وتنديد الأمم المتحدة بالعدوان الثلاثي. تنديد الأمم المتحدة بالعدوان الثلاثي، دي أسباب فشل العدوان الثلاثي. طب نتيجة الفشل، بما أن العدوان فشل يبقى كل حاجة هترجع زي ما كان. بالفعل انسحاب إنجلترا وفرنسا من بورسعيد في 23 ديسمبر 56، وانسحاب إسرائيل من سيناء وقطاع غزة في أوائل عام 57، ووضع قوات طوارئ دولية ما بين مصر وإسرائيل. هنا بقى أدركت الدول العربية الخطر الإسرائيلي وأطماعه في السيطرة على العالم العربي. لذلك قامت وحدة بين مصر وسوريا في 58، ولكنها للأسف انفصلت في 1960. طيب نيجي دلوقتي نتكلم على ثالث حاجة، اللي هو العدوان الإسرائيلي اللي كان في 5 يونيو. بنقول ان العدوان دوت الاسرائيلي كان بمساعده الولايات المتحده الامريكيه بالاعداد والتهيئه والتخطيط للعدوان. ونقول ان اسرائيل جرت مصر الحرب هي ما كانتش مستعده لها. طيب اسبابه، رغبه في منها رغبه اسرائيل في القضاء على قوه مصر، خاصه بعد فشل العدوان الثلاثي. فاستدركت مصر والدول العربية إلى حرب غير مستعدة لها. طب عملت إيه علشان تجر مصر؟
للحرب دي قامت إسرائيل بحشد قوتها على الحدود مع سوريا. الكلام ده كان إمتى؟ في 67. علشان كده مصر قامت بعدة إجراءات، خاصة إن في اتفاقية ما بين مصر وسوريا اللي هي اتفاقية الدفاع المشترك. طب مصر عملت إيه نتيجة حشد القوات الإسرائيلية قوتها على الحدود مع سوريا؟ أول حاجة أعلنت مصر مساندتها لسوريا تطبيقاً لاتفاقية الدفاع المشترك بينهم، وإرسال مصر قوات عسكرية بسرعة إلى شبه جزيرة سيناء كأنها بتهدد إسرائيل. حاجة تانية، مطالبة قوات الطوارئ الدولية اللي كانت موجودة على الحدود بين مصر وإسرائيل منذ عام 57 بالانسحاب من بعض النقاط. ثالث حاجة، أعلنت غلق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية في مايو 67، وبكده مصر هتعمل حصار اقتصادي فرضه العرب على إسرائيل. يبقى تمثلت الإجراءات اللي عملتها مصر نتيجة حشد القوات الإسرائيلية على الحدود مع سوريا في 67، اللي هي أعلنت مصر مساندتها لسوريا تطبيقاً لاتفاقية الدفاع المشترك بينهم، وإرسال مصر قوات عسكرية بسرعة إلى شبه جزيرة سيناء. اثنين، مطالبة قوات الطوارئ الدولية الموجودة على الحدود ما بين مصر وإسرائيل منذ عام 1957 بالانسحاب من بعض النقاط. ثلاثة، أعلنت غلق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية في مايو 67، وبذلك إحكام للحصار الاقتصادي الذي فرضه العرب على إسرائيل. طبعاً نتيجة كل ده وبرغم مساعي كثير من الدول العالم في وقف النزاع ما بين إسرائيل والدول العربية، لأن إسرائيل قامت في صباح 5 يونيو 67 بغارات مفاجئة. خلي بالنا من كلمة مفاجئة، كانت مفاجئة فعلا، بغارات مفاجئة على المطارات المصرية وبدأت الحرب. طيب نتائج العدوان، طبعا استيلاء إسرائيل على قطاع غزة، سيناء حتى الضفة الشرقية قناة السويس، هضبة الجولان بسوريا، القدس العربية، الضفة الغربية لنهر الأردن. كارثة، استيلاء إسرائيل على قطاع غزة، سيناء حتى الضفة الشرقية قناة السويس، هضبة الجولان بسوريا، القدس العربية، الضفة الغربية لنهر الأردن. وبذلك استولت إسرائيل على فلسطين كلها وسيناء والجولان والضفة الغربية. طب هنا بقى كان للهزيمة أسباب. أول حاجة، التفوق العسكري الإسرائيلي بصفة خاصة السلاح الجوي، استخدام إسرائيل عنصر المفاجأة في ضرب المطارات المصرية بعد أن صورت أجهزة التجسس الأمريكية الحديثة المواقع المصرية، مساندة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا، نقص التدريب وعدم توافر الأسلحة المتطورة للقوات المسلحة. يبقى أنا عندي أربع أسباب لهزيمة مصر في العدوان الإسرائيلي 5 يونيو. طيب هنا بعد كده في نوفمبر 67 لقينا مجلس الأمن بيطلع قرار. إيه هو قرار مجلس الأمن رقم 242؟ خلي بالكو القرار ده مهم، قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 67 بينص على إيه؟ 1. إنهاء حالة الحرب بين العرب وإسرائيل. 2. احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، يعني كل دولة تحترم حدود الدولة الأخرى. 3. حرية الملاحة في الممرات الدولية. 4. إنشاء مناطق منزوعة السلاح. 5. انسحاب القوات الإسرائيلية من الأرض التي احتلتها عام 67. يعني إيه؟ يعني إسرائيل تنسحب من سيناء وهضبة الجولان والضفة الغربية ومن القدس، أو ترجع القدس تاني مقسمة ما بين العرب واليهود. طيب هل وافقت إسرائيل؟
هل وافقت مصر؟ يا ترى موقف مصر وإسرائيل من القرار؟ طبعا بكل تأكيد قبلت مصر قرار مجلس الأمن 242، لأن ده هيرجع سيناء وقطاع غزة لمصر، لكن إسرائيل امتنعت عن تنفيذه ولم تنسحب من الأراضي التي احتلتها. هنا بدأت مصر تعيد بناء القوات المسلحة المصرية، وإعادة البناء دوت كان على أسس جديدة وتدريب وتسليح، ومر بمرحلتين. إعادة بناء الجيش أو القوات المسلحة المصرية كان على مرحلتين، هما مرحلة الصمود والتصدي، ودي المرحلة الأولى. يبقى المرحلة الأولى مرحلة الصمود والتصدي. طب يعني إيه تصدي، أو يعني إيه مرحلة الصمود والتصدي؟ من اسمها كده، أي أن تتصدى القوات المصرية للاعتداءات الإسرائيلية. مرحلة تصدي القوات المصرية للاعتداءات الإسرائيلية. كان في أول حاجة فيها معركة رأس العش، دي اللي نجحت فيها القوات المسلحة المصرية من هزيمة القوات الإسرائيلية التي حاولت احتلال مدينة بور فؤاد. طبعا مدينة بور فؤاد دي مدينة صغيرة جدا، بلدة صغيرة قريبة جدا من بور سعيد، خلاص بنعدي من بور سعيد لبور فؤاد بالمعدية. طبعا هم لو كانوا احتلوا مدينة بور فؤاد يبقى هم كده خلاص قربوا يخشوا مدينة بور سعيد، لكن نجحت القوات المسلحة المصرية في هزيمة القوات الإسرائيلية عندما حاولت احتلال مدينة بور فؤاد. تاني حاجة عملتها القوات المسلحة في مرحلة الصمود والتصدي، تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات بالصواريخ البحرية المصرية في أكتوبر 67. طيب المرحلة الثانية اللي هي حرب الاستنزاف والمواجهة، كانت في عامي 1969 و1970. طب يعني ايه استنزاف؟ يقصد بها استنزاف طاقات العدو الاسرائيلي في سيناء، يعني نستنزف طاقة العدو الاسرائيلي. تمام. طيب بنقول الحاجات اللي عملتها مصر في حرب الاستنزاف: واحد، بناء حائط للصواريخ على الضفة الغربية للقناة لمنع اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء المصرية. حطوا حائط صواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس علشان أي طيارة تحاول تخترق الأجواء المصرية، أي طيارة إسرائيلية، يتم ضربها بحائط الصواريخ. تاني حاجة، القصف المستمر بالمدفعية لخط بارليف وتحصيناته بالمدفعية على طول خط القناة. طبعا عارفين ان خط بارليف ده عبارة عن ساتر ترابي كانت بنته اسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس، خلاص. فكان في قصف مستمر بالمدفعية لخط بارليف وتحصيناته بالمدفعية على طول خط القناة، على طول خط القناة. طب نتيجة كل ده ايه؟ نتيجة الاستنزاف اللي عملته مصر لطاقات العدو الإسرائيلي اللي حصل، نجد ان الولايات المتحدة بتتدخل، فيتقدم وزير خارجيتها اللي كان اسمه روجرز بمبادرة عرفت بمبادرة روجرز، ودي كان لوقف اطلاق النار بين مصر وإسرائيل تمهيدا لحل النزاع سلبيا. يبقى للمرة نشوفوا بقى كام بقى الولايات المتحدة برضو بتتدخل تاني علشان توقف إطلاق النار ما بين مصر وإسرائيل لحل النزاع سلميا، ودي عرفت بمبادرة روجرز، عرفت بمبادرة روجرز. خلال هذه المرحلة بنقول إن استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض. مين الفريق أول عبد المنعم رياض؟ ده كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكان الرئيس جمال عبد الناصر بيعتمد عليه اعتماد كبير جدا في إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة في حرب الاستنزاف. يبقى الفريق أول عبد المنعم رياض ده كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأحد الأعمدة الرئيسية التي اعتمد عليها الرئيس جمال عبد الناصر في إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة في حرب الاستنزاف. طبعا توفي بعد كده الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1970، وتولى الرئاسة الجمهورية من بعده الرئيس محمد أنور السادات. كده نكون خلصنا درس القضية الفلسطينية، والدرس الجاي هنبتدي في حرب أكتوبر ونشوف
القوات المسلحة المصرية عملت إيه وإزاي انتصرت في الحرب.